طيب مشاهدينا، زي ما تعودنا مع حضراتكم من بداية شهر رمضان بنتابع معاكم ملخص للحلقات اللي حصلت في اليوم السابق. امبارح كانت الحلقات 28 لمسلسلات رمضان، كان في طبعا أحداث كتير جدا، تفاصيل مهمة وكتيرة جدا، خلينا نعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات 28 من مسلسلات رمضان. خلونا نبدأ بالحلقة 28 من مسلسل الاختيار اللي رصدت اجتماع جمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي بعد خروج مظاهرات 30 يونيو. هنا كشف السيسي المرسي عن البيان اللي بينوي إعلانه للشعب علشان تهدئة الأوضاع. وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة. هو ده نص البيان يا فخامة الرئيس. مش قادر افهم، يعني هل ده تحذير لي انا؟ لا والله، ده طلب رجاء للجميع انهم يحطوا مصلحة البلد فوق كل اعتبار، لان القوات المسلحة مش هتسمح ابدا بحدوث اقتتال داخلي. بدأت الناس في النزول يوم 30 يونيو في ميدان التحرير بأعداد كبيرة، وبيدور حديث ما بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، وبيأكد السيسي إن الناس نزلت بالعدد ده لأنهم حسوا بالخطر على البلد والقلق من اللي جاي، وإن اللي بيحصل بيضع القوات المسلحة قدام مسؤولية كبيرة وتاريخية. عارف الناس نزلت الشارع بالأعداد دي ليه عباس؟ عشان أعرفوا حقيقة الإخوان يا فندم. الشعب المصري خاف على وسطيته، خاف على مستقبله، نزل لما حس إن بلده بتتغير ومش هتبقى بلده، نزل عشان يقول لا أنا مش عايش بالطريقة ديت ولا بالشكل ده. اللي بيحصل ده بيحط القوات المسلحة قدام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تاريخية. خد وزعهم على الناس كلها. احنا كنا هناجر نروح فين بس؟ هناجر نروح فين؟ البلد دي بلدنا وما ينفعش نسيبها، ما ينفعش نمشي. أي بلد تانية كنا هنروح هنبقى أغراب وأجانب، وزي ما لينا حق فيها هي كمان ليها حق علينا. وعين كان اللي هيحصل النهاردة أو بكرة برضو ما ينفعش نهجر. مصر بلدنا ومش هنسيبها. 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 مصر بلدنا ومش ولسه عمليات البحث عن سياف قائد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة في مسلسل العائدون من الأجهزة الأمنية المصرية قبل ما ينفذ عمليات إرهابية وينشر الفوضى في البلاد. وبيحاول أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل بقيادة رئيس الجهاز محمد أبو داود في الحلقة إن هم يوصلوا لسياف في أسرع فرصة، وده بعد ما وصلوا للمخطط الخاص بإنه عاوز ينفذ عملية خطيرة. وخلال أحداث الحلقة حقق محمود عبد المغني مع صفوان بخصوص الوصول لأي معلومات بتخص أيمن الموظف في الميناء بعد ما شكوا في وجود علاقة بتجمعه بكمال، وفي الآخر اكتشفوا إنه معاه هوية مزيفة يقدر من خلالها يهرب برا البلد. نحن لنا طرق تخليك تتكلم من غير ما حد يلمسك. على فكرة أنا ما بتهددش ومفيش حد مشغل. عفو عليك، ذكر يا أيمن. بمناسبة ذكر دي،
آخر سفرية ليك بلغني إنك روحت بيت دعارة لمؤاخذة. ده شمال أيمن؟ ولا كنت رايح تاخد فكرة من باب الفضول؟ عامة دي خصوصياتك وأنت حر فيها. لو الحاجة شافت الصور ديت والأولاد هيبقى موقفهم إيه؟ وموقفك أنت إيه؟ بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بتنازل فاتن عن كل القضايا اللي رفعتها ضد طليقها سيف، كمان قررت ترجع له وتتجوز منه مرة تانية، وده بعد ما خطف بناتها وهددها إن هي مش هتشوفهم تاني. من ناحية تانية هربت البنات من البيت اللي كانوا موجودين فيه واستنجدوا بسيدة علشان توصلهم لفاتن، وقدرت فعلاً توصلهم بيها قبل ما يتم كتب كتابها على طليقها مرة تانية. وهنا قام شفيع والمحامي شكيب بطرد سيف والمحامي بتاعه. معلش عشان عايز انقط واحد صاحبنا. الف مبروك يا عريس، نقطة الفرح. يلا يلا اتكل انت على الله باللي فول وفرق. يلا ويلا. معلش يا مولانا، العروسة مش عايزة تتجوز. يلا 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 من هنا. ما تخليش يلا يلا معاك، انا محتاج يلا 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 حبيبي يلا 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 مع السلامة. يلا حبيبي يلا 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 رفعت الجلسه حبيبي مع السلامه. يلا يلا بره. مع السلامه شكيب. يلا حبيبي خد الجلسه دي مشيها. يلا بره 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 بس بقى، هي 70 بره. معلش بره واحده بره. خلاص خلصت، خش. الحلقة 28 من مسلسل مكتوب عليا شهدت إن جلجل قدر يخطف كمال اللي ارتكب جريمة القتل والسرقة، ورجع بدوي مرة تانية بعد ما سابهم وبيحاول معاهم كشف براءتهم من جريمة القتل. من ناحية تانية بتحاول مزاجات طردهم بعد مساعدتهم، لكن بيقنعها جلجل بالاستمرار في مساعدتهم علشان براءتهم تظهر. ومعاه سلاح، وكمان الخواجة ما ياخدليش حقي. هو عمره ما سطر. هو اهو انا ما اعرفش هيستر امتى. انا ابنه بقالي 35 سنه ما شفتلوش موقف واحد عادل. بس يعني تفتكري له ايام الخوالي، ايام السبايين والبرويتا. احنا بس والله كل اللي عايزينه نسبه براءته. خلاص خلاص، هما يومين وبعد كده كل واحد يروح لحاله، فاهمني؟ حاضر. بس بشرط تقولي على ارقام الصبغه بتاعه الاحمر الناري ده اللي عجب البنات والستات كلهم. ادي بتاع مصلحتك انت، بتموت على القرش. بدات احداث الحلقه 28 من مسلسل الكبير قوي بافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، وبيقف جوني وهجرس ومربوحه على السجاده الحمراء لاستقبال الفنانين. واعترض جوني على مربوحة لتقديمها المهرجان، لكنها بلغته إن الكبير هو صاحب المهرجان ووافق. مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى. ومن أرض المزاريطة أحب أقول لكم أهلاً وسهلاً بكم في أول مهرجان. إيه إيه في إيه في إيه؟ بندوس على مسمار ولا حاجة؟ لا، عشان أبين أهمية الحدث. anyway أقول لكم اطمنوا، احنا هنغطي الاحداث اول باول وهتشوفوا كل الفنانين اللي بتحبوهم. باي. وياه يا جوني، مش تجددني وانت طبعا ملبس؟ ايه باي. انا مربوحه مرات الكبير الراعي الرسمي للمهرجان. وفي الحلقه 28 من مسلسل جزيره غمام بيروح عرفات لمطاريد الجبل وبينقذ كبيرهم من القتل بعد ما هددوه للوصول لمكان الذهب اللي بيخفيه، وبيأمرهم يسيبوه علشان ما يقتلهمش. اللي مالوش خير في كبير ومالوش خير في حد يقول فين الذهب وهنحلوه. قلت حلوا كبيركم، حاش عنكم الموت كم مره. من ميت الهبل والدرويش هيمسكوا سلاح. قلت فكوه. عايز تنتقم؟ عايز الذهب والدنيا؟ ولا عايز ربنا اللي شايعني ليك دلوقتي؟ الباب في المغارة وطرح نومتي. لا
تحت الفرشة حجر تقيل، قلوه تحت كل شيء. طبعا خلينا متفقين انه ناس كتيره جدا، واحنا بنشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا على الكبير قوي، ناس كلها بتتجمع وقت الفطار على السوشيال ميديا. احمد مكي عامل حاله بصراحه بيفكرنا باجواء رمضان زمان، يمكن ايامنا مثلا كانت بكار جمانه مثلا مرحله ما قبل بوجي وطمطم، لكن كنا بنتجمع دايما احنا وقت الفطار، مش كده؟ كنا بنتجمع دايما وقت الفطار نتفرج على الحاجات دي. انا مرحله ما قبل بوجي وطمطم. فالجميل في الموضوع حاجه دمها خفيف مناسبه لكل افراد الاسره. كمان حلقه امبارح بصراحه بقى المزاريطه بتاع مهرجان المزاريطه ده، لا شايفه يعني مربوحه؟ شفتي مربوحه؟ شفت مربوحه طبعا، بس يعني هو الكبير فعلا السنه دي في مسلسلات كتير حقيقه قوي حلوه السنه دي، يعني يمكن السنه دي فعلا مش بنتكلم بالكم، احنا بنتكلم بالكيف، المواضيع حتى يمكن المسلسلات الكوميدية مسلسلات لطيفة جدا. كمان بعدنا فاكر كان في فترة كده كانت الكوميديا مقتصرة على يمكن كوميديا ليها علاقة بالشكل أو ليها علاقة ممكن تكون بالتنمر للأسف، لكن احنا شايفين السنة دي الكوميديا فعلا كوميديا رجعتنا بقى للكوميديا بتاعت زمان، كوميديا موقف، كوميديا موقف، بنضحك فعلا من قلبنا، بنتجمع فعلا كلنا عشان نستنى كل حلقة، لو اتكلم على الكبير او لو اتكلم كمان عن اكرم حسني كمان مقدم الحقيقة مسلسل لطيف جدا جدا وخفيف جدا. صحيح، الجميل كمان في احمد مكي انه الافيه اللي بيقوله في الكبير قوي في متعوب عليه، يعني مش بيرمي افيه عادي كده خلاص، لا افيه ليه خلفية، انت تكون فاهم الافيه لما تكون عارف خلفية الموضوع. فبجد لا، المصروف عليه، المصروف عليه مجهود، مش مصروف عليه فلوس، مصروف عليه مجهود. مساحات للنجوم الجديده، يعني شايفين نجوم صاعده موجوده في الكبير ليهم مساحات، دورهم كبير دورهم مش صغير، وعلموا معانا. فدي حاجه انا شايف كمان هي لطيفه جدا، فكره انت تدي فرص لنجوم جديده او لمواهب جديده. كمان الكوميديا عندنا بالنسبه لنا كمان مش سهله خالص. صحيح، ان احنا حد يعرف يضحكنا ده صعب جدا، اي حد ممكن يعرف يبكينا، اي حد ممكن يعرف يعيطنا عادي، لكن حد يضحكنا صعب جدا، احنا شعب دمه خفيف اصلا. صحيح، وخلاص شفنا بقى الكبير 1 و2 و3 و4 و5، فكان تحدي بالنسبه لمكي ان هو يعمل الكبير 6. وجميل في الموضوع كمان روح احمد مكي، لانه بيذكر اسماء زمايله الفنانين اللي بيأدوا اعمال رمضانيه ممكن تكون منافسه كمان في الكبير قوي بمنتهى الاريحيه، ويعني صحيح. ده يعني فاهمه نفسيته حلو. صحيح، في نقطة كمان تانية، فكرة تعدد الشخصيات، كل شخصية بخط مختلف تماما عن الشخصية التانية، لغة جسد مختلفة تماما عن الشخصية التانية، وانت بتتفرج ان كان على الكبير ان كان على جوني ان كان بتتكلم على حزلقوم، بتتفرج على حزلقوم كل شخصية فعلا منفصلة تماما، تحس ان هم التلات بني ادمين مختلفين. صحيح، فدي موهبة فزة حقيقي، يعني كل التحيه لاحمد مكي، كل التحيه كمان لكل القائمين على مسلسل الكبير، والحقيقه المسلسلات السنه دي كلها يعني تستحق التحيه والاشاده.